خلال المداهمات اليومية برز دور أكبر لصائد الإرهابيين من أفراد القوات الخاصة. بعض العمليات على أرض المعركة كانت في حاجة إلى مقاتلين من طراز خاص، خضعوا لتدريبات شاقة وخاضوا تأهيلاً بدنياً ونفسياً وذهنياً على أعلى درجة. بيتم تأهيل الفرد المقاتل في قيادة قوات الصعقة، طبعاً بيبقى الاهتمام بالعنصر البشري من حيث اللياقة البدنية العالية، التدريب الجيد للرماية، الثبات الانفعالي، بيخلص فترة المستجدين في مدرسة الصعقة، بعد كده بينتقل للعمل في شرق القناة في الكتيبة 103 صعقة. لازم أبقى عارف الأرض دي كويس جداً، واللي كان بيساعدنا في كده الناس اللي كانوا أهالي سينا نفسهم، لأن طبيعة الأرض كانت صعبة علينا سواء كجبال أو أراضي مثلاً محدش يعرف يمشي فيها، وساعات كانوا بيجوا بعربياتهم وبيدخلونا أماكن إحنا مكناش هنعرف نوصل لها. جات لنا معلومة بتواجد بعض العناصر الإرهابية في منطقة المطلة، فتحركنا من العريش على الإحداثي المذكور في منطقة المطلة، كان بتواجد بعض العناصر الإرهابية. تم القبض على 2، وأثناء القبض على 2 بتفتيش المنطقة تم العثور على نفق. النفق ده المسافة بتاعته بالضبط 950 متر. فضلنا متحركين مع النفق وماشيين معاه لحد ما لقينا النفق داخل جوه مسجد، يعني بداية المسجد من النفق ماشي موازي لخط الكمائن اللي موجودة على الطريق، بيستخدموا النفق ده لمراقبة الكمائن ومراقبة أعمال وتحركات القوات. بفضل الله تم العثور على النفق وهدم النفق والقبض على الجثث. لم تعد العناصر الإرهابية قادرة على أي مواجهة مباشرة، أسرعت بالاختباء بين المدنيين من أهالي سينا، فرت إلى مناطق البيوت والأسواق كفرار جرذان تناهى إلى مسامعها طرق أقدام صائديها. كان بيتم التعامل علينا من العناصر الإرهابية وهم متواجدين في وسط الأهالي، وده كان مسبب لنا صعوبة جامدة جداً إن احنا نقدر نتعامل معهم، لأن العناصر الإرهابية ما يفرقش معاها المدنيين اللي حواليها، ويفرق معاه إن هو يأثر عليا في المداهمة فقط. كنا عشان نتعامل معاه لازم نحدد بدقة التعامل ده جاي منين بالظبط، ونراعي كل المدنيين اللي موجودين حواليه. اسعد يلا ارموا، اسعد يلا اسعد، ما في اسعد شبيك. جيشنا المصري احنا كنا في ظهره، كنا بنتواصل مع القوات المسلحه والجيش على كل حاجه بنشوفها وبنوصلها لهم. طبعا بالتدريب وبالوقت احنا ابتدينا نعرف نشوف الاماكن البعيده دي، او نعرف نخش الاماكن دي ازاي. اهل البلد نفسهم كانوا بيساعدونا، ولما كنت بخش بيوت او كنا بنخش من حواليهم يقولوا لنا في افراد كانوا هنا دلوقتي ومشوا في الحته الفلانيه.